انت حلوه وحابه تكوني احلى، تمحي اثار الزمين والايام، عندك مشكله وبدك تلاقي لها الحل. انا ليلى عبيد بهديكي وبهدي المكتبه العربيه كتاب طبيعه اجمل من حواضر البيت وخيرات الطبيعه، وكتاب خلطات شرقيه من سحر الشرق وعبق تاريخ بلداننا العربيه، بقيت ملونه من وصفات جماليه للمراه الشرقيه، يا احلى ما قيل بالحسن والجمال وجاذبية الزمان. مع بداية شهر أيلول كلنا منبلش نفكر بموسم الخريف والموضة اللي ممكن يحمل معه، إن كان بالميك اب أو بالشعر. اليوم الست ليلى واصلة لعنا مع أخبار ومعلومات حول شو رح يكون دارج بها الموسم القادم. أهلا وسهلا فيكي. Thank you رولا. شرفتينا، ومن طلتك اليوم فينا ناخذ فكرة شو ناطرنا من ألوان ومكياج بموسم خريف شتاء 2016. صراحة بدنا ننكش بهالخزينة. شوفي عنا لون بوردو، إن كان لون البوردو بدنا نشوف حتى بالست أوف ميك اب، اللون البوردو المطفى المات أو الجلوس البوردو والبلاش البوردو، التياب البوردو، حتى الفورير فيها بوردو السنة. وهون بنقول إنه هيدا لون جريء، وبتتسمى الموضة شوي أجريسيف، يعني مش كل الناس فيها تتحمل تستعمل هالألوان. نحن بنستعملها هيك، أنا مش من الأشخاص يلي بقدر أكون محمرة، بفضل النيود ليبس، محمرة يعني بمعنى الروج ليب، يعني بس حتي حمرة ملونة يعني بتحسي حالك أنك محمرة. وشي تاني بدنا نخبره أنه هو رجعة لكل شيء اسمه أنيمال برينت، وبالتحديد عين البانتر. البانتر آيز مثل ما بنعرف هي فيها الذهبي الأخضر والأسود، البني الأسود، الأورنجي شوي، الكابر شوي. هون بنشوف أنه الكات آيز في رجعة لألون، اللي بيلبق لها الكات آيز فيها أنها تستخدم الكات آيز على طريقتها، ومش ضروري نتبنى هيدا اللوك دايماً، فينا ناخده من وقت للتاني لحتى نحس حالنا. إن بنشوف بكل دور الأزياء، بنشوف حتى فندي عرض أزياء، فندي، إرماس، كارتيه، كل هالماركات العالمية دخلت البانتر، وكان في لوك كتير حلو لنشوفه بالساعات، بالجولوري، بالإشاربات، بكل اللوك، ووصولا للمكياج. ست ليلى، سؤال حول الموضة وتوجه الموضة، هل بتخلق عند دار أزياء معين أو عند مصمم معين والباقي بيتبع، أو هل بيكون في اجتماع نوعا ما بين أهم دور الأزياء حتى يتفقوا على توجه اللي حابين يروح فيه؟ كيف بتسائب؟ لأنه منلاحظ الكل بنزل نسقته الخاصة لها الموضة الجديدة. صحيح، هو ما في شك أنه الأشخاص يلي لهم صار البراندز اللي عندهم حضور كتير عالمي في تتبع لهم، يعني أول ما يبين أي هيك بتمرق الباسورد مثل ما بنقول، تتسرب معلومات أو منشوف نحن أنه الناس بلشت تاخد هالوحي. الوحي هو بتشوفيه عالمي، طيب كيف طلع عالميا؟ ما في اجتماع لهيدا الشيء، في كأنه سبيريت معينة بتاخدهم شوي بشوي وبصيروا يفتشوا. ما قدر دولتشي أند جابانا أنه يطلع الفلاورز من ما قدر يطلع منهم ابدا، البي شفناها موجوده السنه، مش بس نعم. عند ديور. ليلى بعتذر بدي اقاطعك شوي، في عنا نقل مباشر من الاستوديو ورجعين. نرجع مشاهدينا لبيوتي مع الست ليلى عبيد. شو قصه النحله؟ هلا بي بنشوفها عند الرجل السنه كثير كثير، وبلشت من قبل سنتين مع كريستيان ديور، بنشوفها على الكرافات، بنشوفها على القميص، عند جوتشي على الاكتاف. بتشوفي كأنه في جنون نحو هالأباي، وتبعها كتير براندز دايما، يا حشرة يا أنيمال، يا وردي يا وردي، زهرة يا شتلة. حتى عند ديور شفنا عند قمصان الرجالي وردة كبيرة. يعني في تطلعات نحو اللون، في دخول للأحمر للرجل، كنا بالماضي نخاف نشوف أحمر عند الرجل، في هالشعور هيدا انه صار دائما الكالر بيعطي حياه، بيعطي تاتش. وكيف بتشوفي هالشيء؟ ليه بلش يستخدم الاباي ديور ومن بعده شفناها بكل البراند؟ وهيك مثل ما عم نشوف السنه البانتر ابتدى وعم بيكمل
بانتر معروف لكارتي، ولكن السنة هون عم نشوفه ما بيلبق إلا لكارتي بصراحة أبدا. فإذا التوجه هو بالألوان صحيح، البوردو يعني المبيدي، الذهبي، الأخضر لما بنحكي البانتر، يعني كل الألوان اللي جمعتيهم بطلتك اليوم. صحيح. واليوم رح نشوف بالميك اب كيف عملنا كات آيز، وهون أنا جربت أنه يكون شوي كلاسيكال، لأنه مثل ما بتعرفي السيدة ما بتحب كتير أنها تكون شوي أجريسيف أو إكسنتريك وما تتبع الموضة. جربت أعطيها من الموضة الكات آيز. هلا كات آيز للشتوية بتصور بتختلف عن كات آيز للصيفية، هاي الحقيقة، مش هيك بتكون وارم كولرز، بيكون فيها شادوز معها بالصيفية بنشوفها، يعني مزيج بين السموكي وبين الكات آيز. صحيح. وبزيت الوقت الجولد بنشوفه هون بالميك اب، عم نشوفه ستيب باي ستيب وصولا لنشوف الميك اب من بعد ما قدرنا نعطيها الجولد تاتش على شفيفها. بتشوفي الاشخاص، مش الكل فيك تاخدي الموضه وتتبعيها، بتاخدي السبيريت. انا اخذت السبيريت يلي هو الجولد الهيكي يلي بيعطي نقاوي لحتى حافظ على شقاره ما يكون في كتير كونتراست. اخذت الجولد نيود ليبس لأني عم قوي على العينين وعم بعمل كات آيز هالشطبة القوية يلي صار من الصعب نتقبلها كتير، يعني مش كل السيدات بحبوا عينيهم كتير مرسومين وكتير هالآيلاينر السميك الطويل، خاصة أنه لما ما منحط تحت كمان. صحيح. عنا بمنطقتنا أبدا مش معودين، بتحسي أنه في شي غلط، كأنه ما بتضايني أنك تشوفي حالك. عم تشوف كيف ناخد هالتاتش بالميك اب يلي هي بيدخل فيها الكوبر الجولد، وبزيت الوقت من بعد ما يتم تحضير الوجه. بتعرفي دايما الحديث عن الكونتورينج والهايلايتينج ما عم يوقف، ومش هيك بنشوفها هلا كيف اذا كانت ان هير نايت جاون، عم نشوفها التاتش تبعها، عينها كثير مسحوبه. بتشوفي البانتر اي مش ضروري بس بالالوان، بالستايل تبع العين. ومنشوف مع هالصور اللي عم نشوفها البانتر آي يلي مسحوبة كآيلاينر، ولح يكون عنا قريبا بتشوفي العين كيف مسحوبة، الجولد التاتش تبعه كتير جولد هالسنين كتير. وقريبا لح نعمل ميك اب نشوف البانتر آيز بشوي هيك اكسنتريك لوك أكتر. أنا بلحظي بتحسي بانتر آي، بتحسي نمر. صح، نمر، لأنه مروسي مروسي ومسحوبة كتير لفوق. أو لحظي الألوين حلوة كتير، ما عم بيبين كتير الأخضر بالصور، ولكن مبين الذهبي، مبين الكوبر، وفي أخضر جوات العين، وبين البني والأسود دخل الأخضر، ولكن بنشوف السنة في ماسكارا خضراء في أخضر الأخضر. وبتشوفي أنا فضلتها أنه ما تكون حاطة كتير حمراء قوية. صح، ألوين ترابية باستل. صحيح. بعدنا خريف، لأنه العيون هالقد قوية، وبعدنا خريف رولا، يعني بتجي الشتوية بتتقبل الحمراء الحمراء. فينا نعمل عيون دارك قوية مع شفاف كمان قوية بالشتوية، إذا كان في سمار قوي دايما بتحسي الحمراء الحمراء حلوة. أنا مثلا إذا في سمار، إذا في سمار أنا لحالي مثلا ما بحب حالي بهيدا بهي الحمرة، بس بقدر حطها لحتى نحكي عنها، بس أن يكون موجودة بالمجتمع حتى حمرة حمرة بيصعب علي التعبير الطبيعي. ولكن هل في قاعدية؟ طيب رح نرجع ننتقل لاستوديو الأخبار، ومن ما بعرف إذا رح نكمل بتصور، ما رح نكمل ست ليلى، ونشوفك الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا ضروري.